كابتن الفريق هلال سعيد هلال، مبروك عليكم البطولة الـ11. أول شيء شعورك بعد هالفوز؟ أول شيء الحمد لله، بالعكس هذا شيء شرف لنا، والحمد لله أن من أشكر هالجماهير اللي حضرت وأهديلهم الفوز، اللي صراحة ما قصروا من بداية الموسم. يمكن تعرضنا خسارة ثنتين بس وقفوا ويانا وساردونا، يمكن نحاول نرد شيء بسيط لهم. الحمد لله أهم شيء فرحنا لهم وفرحنا شيوخنا وفرحنا كل من يهب نادي الأهلي صراحة. هلال بعد ما تبدلت كان في حديث ودي بينك وبين كوزمن، شو قال كوزمن؟ لا اني يمكن تعبت، يمكن تعبت من مدة، يمكن ما لعبت وما تمرنت وايد، يمكن إصابة، بس اني تعبت. يقول لي تعبت شكلي، قلت له عشان كذي دخلت، يمكن ما رمت اكمل المباراة، بس قلت له خليتني يمكن استمر على سبب ان مباراة الهلال اللياقة تزيد عندي. يمكن كان يحب يتدابع يسولف وياه وكذي، والسالفة يعني عادي بين المدرب. هلال بعد حديثكم يمكن الحين، وانت يمكن حديثك مع اللاعبين وفوزكم وانجازكم يمكن لقب ثاني على التوالي في دوري المحترفين، اول نادي اماراتي يحقق هذا من تحويل الدوري الى دوري المحترفين، خلينا نتحدث معك عن المهمه الاهم اسيويا، حسم الدوري ريحكم في المهمه الاهم في اسيا ضد، يعني خاصه اذا ما عرفنا في مباراه مصيريه ضد الهلال السعودي. اول شيء بالعكس، يمكن اليوم يمكن انا اقول لك يعني هاي اليوم راحه بالنسبه لنا، بس اتمنى من اللعيب، من اخوان اللعيب، من الجماهير ان هاي الفرحه خلاص لا تنسي مباراه الهلال، ان يمكن في مرات تنعكس عليك، هذا اللي خوفي. بس اتمنى من اللعيب ان المباراه تنتهي فرحتها اليوم، بعدها خلاص تفكيرنا كلنا يستوي ونركز فيها، واهم شيء نعطيها اهميه من باكر. انا اقول ابراهيم فرحوا اليوم، يستاهلون يستاهلون جماهير تفرح، بس اتمنى من باكر خلاص يعني يفكرون في الاسيويه واهميه، يعطونا اهميه ان هاي فرصه كبيره لنا، وان شاء الله نقدم اللي علينا والباقي على الله ان شاء الله. مبروك مبروك يا هلال.